حالة ريكتس في شيب صغيرة سببها نقص كالسيوم وفوسفورس ديفيشنسي فيتامين دي. تلاقي الحيوان فيه سويلنج في الني جوينت، في كوستور كوندريا جانكر فيها سويلنج، تلاقي الحيوان ستيفنس في الجيت ومش قادر يمشي، ورجليه متنية زي ما انتم شايفين رجليه متنية للخلف. والحالة دي طبعا هوبلس كيس، ان هي بدل فيه كيرفيتشر في اللونج بون كده ما بتتعالجش، لكن لو كانت حالة في البداية ممكن احنا ندي كالسيوم مع فيتامين دي تتعالج. لكن الحالات اللي هي حصل بيرمننت كيرفيتشر في اللونج بون ما بيجيبش معها نتيجة العلاج. طبعا هنا واضح السويلنج في الني جوينتس، والحيوان مشيته واضحة، والراجل بيجي يقول الحيوان ده مش قادر يمشي ويمشي بيعرج. فطبعا اللي بتشبه مع الفيتامين اي ديفيشنسي، لكن ده بيبقى في العضلات ومبيبقاش فيه سويلنج في الجوينتس. وهنا ممكن برضه شبه مع حالات الارثرايتس، لكن تبقى المكان سخن والحيوان حرارته عالية وسببها ستاف او ستريبت. ديت لها علاج مختلف تماما عن الريكتس.